لما الإنسان يحط أمام عينيه هدف أكيد رح يتمكن من تحقيقه، ولما هالهدف يكون بنية إنسانية فعوامل نجاحه تصبح عالية. وشو حلو لما تجتمع النوايا لخدمة الآخرين. لما تنوجد النية والإرادة كل شيء بهون، ولما تجتمع النوايا فالخير بيزيد وتأثيره بالمجتمع بيصير أكبر. زينة صعب فتاة لبنانية وجدت عندها النية بتطوير مجتمعها، فتركت الولايات المتحدة الأمريكية وعادت إلى بيروت إيماناً منها بأهمية تنمية وتطوير المجتمع. زينة نجحت وتمكنت من تأسيس شبكة نوايا اللي بتهتم حالياً بتطوير المهارات الناشئة والشباب بالعالم العربي. أنا كنت بلبنان ب 2009، كنت كل حياتي ساكنة بأمريكا وربيت بأمريكا، بس ب 2009 بعد ما تخرجت من الجامعة قررت أرجع على لبنان تأشتغل بالتنمية. وسائبت كنت مستشارة بضيعة صغيرة بالبقاع، وبهالوقت كان في نهار تجي لعندي بنت، كنت عم بشتغل بمركز جمعية، تجي لعندي بنت من الضيعة كان عمرها شي 14 سنة وبتقدمني رسماتها، بلش تفرجيني رسماتها بالفاشن ديزاين. وأنا صرت أفكر هالبنت عن جد عندها كل شيء، كل المواهب تتكون فاشن ديزاينر، مصممة أزياء، بس لأنه قاعدة بضيعة معزولة، يمكن ما عندها أشخاص اللي بيقدروا يواجهوها، أو يمكن ما في فرصة تدريب لها، حسيت أنه هالبنت يمكن ما توصل كفاشن ديزاينر. وحسيت لاحظ انه يمكن في كتير مثلها بالعالم مش بس بلبنان، انه عندهم مواهب وعندهم قدرة، بس لانه ظروفهم ما رح تساعدهم انه يوصلوا ما رح نسمع عنهم. سو قعدت فكر شو فينا نعمل، قعدت فكر يمكن فينا نخلق مثل شبكة او جمعية تنقدر نعمل كونكشن بين هالاشخاص يلي موهوبين والموارد يلي موجودة بالمجتمع تبعنا، نعمل لهم كونكشن ونشوف وين بيوصلوا. ومن هون انطلقت الفكرة لنوايا نتورك. هلأ بعد ما تعرفت على هالبنت ما قدرت أعمل شيء، أعمل لها شيء، جربت بس أنا كشخص ما قدرت وصلها لمحل. سو تركت على أمريكا، اشتغلت شوي مع اليو أن، بس كل الوقت أنا فكري بلبنان وبهالبنت وبهالشباب يلي بدي ساعدهم يوصلوا. سو تركت شغلي هونيك ورجعت بعد سنة وقعدت فكر شو فينا نعمل تا نكون هالفكرة. أخذت صفوف بالسوشيال ميديا، بالبزنس ديفلوبمنت، بعدة توبكس، وقعدت فكر أوكي عم بحكي مع عالم، عم بقولهم بدي بلش جمعية، بس كل الوقت هالأشخاص عم بيقولوا لي إنه كيف بدك تبلش جمعية تانية، إنه في كتير جمعيات، في شي 7000 جمعية بلبنان، انه ضروري. قعدت فكر لازم نعمل شيء غير شكل، كيف بدي اوضح لهم الفكره لهالعالم انه هيدي نوايا غير شكل. سو قعدت فكر يمكن فينا نعمل مثل بايلوت بروجكت، انا اخذ اشخاص شباب انا ساعدهم انا ادعمهم وصورهم بهالمرحله من اولها لاخرها تشوف كيف فيهم يتطوروا، كيف فينا نعمل امباكت وتاثير بحياتهم. وعملت دوكيومنتري فيلم عن هالأربع أشخاص، واحدة منهم رانا هوني ب 2011، وطلعنا ب دوكيومنتري فيلم اسمه Meet Me Halfway وعرضناه بال AUB ب 2012 قدام شي 200 شخص. ومن وراء هالمناسبة جمعنا 10,000 دولار وصاروا يجوا volunteers وصاروا يجوا mentors، والميديا صارت تضوي على أفكارنا وعلى الفريق تبعنا، ومن هون انطلقنا. بعد كم شهر قدمت لجائزة الملك عبدالله، الفرصة تبع الكينج عبدالله Fund for Development، وfortunately نحن طلعنا كone of the winners ب 2013. ومن هونيك صار كل شيء بين معنا، صاروا من وراء الميديا اكسبوجر، من وراء السبورت يلي عم بيجينا بالكوميونتي، صار في هيك دعم كتير اساسي تنقدر نحن ننطلق لليفل تاني. انا ما لي زمان مع نوايا، تقريبا شهرين بلشت قريت عن نوايا على الانترنت وكنت كتير انترستد انه
كون مع التيم، لأن فكرة نوايا كانت كتير بتحمس إنه الواحد يشارك بهيك شغل بقلب المجتمع، خاصة بمجتمعاتنا العربية. وقتها قدمت للجائزة تبع الملك عبد الله، ما كنا كتير عملنا شيء كتير كبير أو كتير فظيع، كنا فرجينا بخلال هالدوكيومنتري فيلم فكرتنا، فرجينا تأثير هالفكرة كيف فيها تغير حياة الأشخاص يلي كانوا موجودين معنا. سو تحمست العالم وصار عندنا مثل الكريديبيليتي بالمجتمع إنه هالأشخاص عن جد كتير باشنت عن الفكرة، وكتير عن جد هممهم إنه يعملوا تأثير بالمجتمع، هممهم يجربوا يوصلوا هالشباب لمجال معين. سو كل البيسز بلشوا يجوا مع بعض بين الكوميونتي سبورت، بين البارتنرز، بين الميديا اكسبوجر، بين الفولنتيرز، صاروا العالم كثير عم بيتحمسوا. ومن وراء هالجائزة اكيد فتحت لنا الباب كثير بشكل كثير ايجابي، انه صرنا eligible لغير grants وغير support، صاروا الشركات عم يجوا لعنا عم بيقولوا انه سمعنا عنكم، كيف فينا ندعمكم. بطلنا لازم انه نحن كتير نشتغل كتير مثل قبل تنضوي على فكرتنا ونشجع العالم انه تجي تدعمنا. سو اكيد الطريق فتحت بوجنا وتسهلت الامور من وراء هالفرصة ب 2013. انضميت لنوايا كمان قريت عنهم عن الانترنت. صراحة لفت لي انتباهي شغلتين وهولي هني خلوني أقدم على بوزيشن بقلب نوايا. أول شي حبيت إنه نوايا ما بتميز ولا دينياً ولا سياسياً بالنسبة لمين بتحب تساعد. المساعدة مفتوحة لجميع تقريباً السكان إذا بدك يلي ساكنين على الأراضي اللبنانية، وحتى كان في بروغرامز بتطال الريجن كلها، يعني المنطقة كلها عنا. هلأ هي كان عنا هالإنكاونتر تعرفت عليها ب 2009، بس تركت الضيعة وما أخذت اسمها ولا ما عرفت شيء عنها، وهي ما تذكرتني أبداً. بس أكيد كل الوقت أنا عم فكر فيها. وبعد ما تأسست الجمعية ب 2012 عاد فكر، هلأ صار في جمعية، صار في جمعية من وراء هالبنت، ومن وراء هالبنت صرنا عم نساعد كذا شخص. طب وين صارت هالبنت وشو فينا نعملها؟ وبعدها بالبقاع ولا شو بدها تدرس بحياتها؟ يمكن فينا نساعدها هلا. سو جربت اتصل بالجمعية وين كنت انا من 3 سنين من قبل، وقلت له للمدير انه ما بعرف تتذكرني، بس هيك هيك القصة، شو اسم البنت وبتتذكر عن مين عم بحكي؟ سو كان في هيك ردة فعل ايجابي، بس اخذ شوية وقت كذا نهار تقدرت اتصل بخالتها. هي حكتني خالتها، قالت لي انه سمعت انه عم تفتشي على بنت اختي، شو القصه؟ فسرت لها وقررنا انه كلنا نلتقي. نادين هي الفكره اللي حولت حياه زينة وخالتها ترجع الى بيروت وتبحث عنها لسنوات طويله. نادين اليوم تحولت من فتاه موهوبه بالرسم الى مصممه ازياء بفضل موهبتها الكبيره ومساعده نوايا. نادين حلمت مع زينة، ومن خلال نوايا تحقق الحلم وصار المستقبل قدامها واضح المعالم. كنت قبل بعدني بسكول، كنت عايشة بدبي، وساعة بتجيت every summer نحن منجي على لبنان. في summer ب 2009 كنت هون وبسمع عن جمعية بيعملوا activities و arts لأولاد صغار، so أنا I volunteered بهذه الجمعية. وآخر السنة كان في شو آخر السامر سوري. كنت بحب كتير أرسم، بس particularly كنت أرسم سلوات مع dresses وهيك. فعرضت my sketches، كنت دجا رسمت فوقهم شوي. بيجوا كتير عالم وهيك بيصوروا. في حدا بتجي زينة صعب، أنا ما كنت بعرفها، ما بتذكرها وقتها. سو هي حبت كتير my sketches
وهيك. بعدين بتروح شي 2 years كنت انا تيرمينال، وكنت بعدني at school كنت بفكر كنت عم بدرس جي اس جنرال ساينسز، كنت فاكره انه فوت اركيتكتشر شي هيك، مع انه I knew انه I had a hobby انه ارسم وفاشن ديزاين. اجتمعنا بالصيفية 2012، طلع اسمها نادين وكان عمرها 17-18 سنة وبدها تفوت على الجامعة، بس انه ما في امكانية تفوت فاشن ديزاين. سألنا لها انه من وراك صار فيها الجمعية وحابين نحن هلأ ندعمك، ومن وقتها من 2013 لحديد هلأ إلى 3 سنين معنا، فاتت بكذا opportunity، صار عندها كذا فرصة. أول شيء فوتناها بتدريب بالرسم، بعدين جبنا لها منتور بالفاشن ديزاين، بعدين سجلناها بفاشن ديزاين سكول اسمها كام. فجأة ماي أنت بيجيها فون كول، هو حدا من طابور الجمعية بيقول لها في بنت، انه بنت اللي بتقرا بنت اختك، انه في حدا عم بيدور عليها وهيك، ما بتعرف اسمها وما بتعرف رقمها وهيك، بدها توصل لها. فبتقول لهم اكيد عن انه عجبوها سكتشز تبعولي وهيك، بتعطيها رقمي. then we plan for a meeting، نلتقى وبتقول لي انه انا صراحه من وقتها ما رحت، وقتها ما شفت your sketches رحت على نيويورك وجيت وفكرت انه دلاتك براسي، وفكرت انه اعمل نتورك انه اورجانيزيشن كرمالي. بعد هالتجربه فاتت كام فاشن اكاديمي، والا 3 سنين بالفاشن اكاديمي، وهلا بعد كم يوم بدها تتخرج، عندنا عندها فاشن شو، الهيئه عامله فستان عرس بدنا نروح نشوفه جمعة الجاي. وكمان بنفس الوقت ساعدناها لقيت شغل بأتوليه بصيفي مع شيرين خضرة، كمان فاشن ديزاينر ببيروت. وإن شاء الله تكون هيك الطريق فتحت بوجهها، وعن جد مبدعة البنت نادين فظيعة. إن شاء الله تقدروا تشوفوا رسماتها والدراسز تبعها، عندها إن شاء الله bright future ahead of her. قالت لي لانه شي ثوت اوف انه انا كنت قاعده بمنطقه بعيده وهيك، فانه ما يمكن ما رح اقدر اوصل للريسورسز تكفي انه بتكون فاشن ديزاينر ويكون عندي الانستراكتورز وهيك تكفي ماي هوبي. فهي شي انفنتد ذات نتورك وبلشنا سوا. من وقت ما شفتها لزينه كثير تحت لها، كثير حبيتها كبيرسون، وبعدين اكيد شفت قد هي مهتمه فيي وقد ايه كان حابه انه توصل انا، وقد ايه مهتمه بماي هوبي، حبيتها اكثر اكيد. وكثير هي قنعتني، كنت انا فاتت كومبليتلي ديفرنت ميجر، هي اللي قنعتني كفي فاشن ديزاين. واكيد لما تشوف هالقد اهتمام اكيد كثير حبيتها، وهي دجا كبيرسون كثير طيبه. هي الفكره انه هالاشخاص عندهم باشن كثير كثير قوي بمجال معين، وبس تا يقدروا شو بيقولوا يركزوا على هالمجال كل شيء بحياتهم بيتغير. يمكن الثقه بنفسهم بتعلى، بيصير عندهم موتيفيشن، بيصير معهم هيك اكسايتمنت بالحياه، سنس اوف انه بيفهموا قيمه الهارد ورك. لانه صعب الهارد ورك انه الشخص يشتغل كثير كثير بمجال معين، يمكن يلي ما يكون عنده كثير باشن فيه شغله، بس انه اذا عنده فرصه يشتغل بشيء عن جد بدمه ما كانه شغل. اكيد لما تشوف هالقد حدا انا هالقد بحبك، اكيد مينيمم انه رد لها هيدا الشيء، وكان كبيرسون وكان كهير اورجانيزيشن انه ساعدها تكبر اكثر واكثر، واكيد انه ساعد حدا يوث كانوا اوريدي مثله. زينة
بالحياة هي مساعدة الغير والسعي لخلق فرص جديدة أمام شباب كادوا يفقدوا الأمل بالمستقبل. أنا بدي أحكي شوي عنك personally، يعني شخصياً عن أنت اللي بلشت بهالفكرة وكبرت وصرت تيم كبير، أنت منين طلقت بهالفكرة؟ يعني قدي حسيت هذا الموضوع بيعني لك؟ يمكن تربيت على هالقيم هيدا بالحياة؟ هلأ كل حياتي أنا كان اهتمامي بالتنمية، وبس أكيد ما فكرت حياتي أنه بدي بلش جمعية أو أشتغل بهيدا المجال. كنت أنا بأمريكا وكنا دايماً كل صيفية نجي على لبنان، سو كتير تعلقت كتير بشيء اسمه لبنان والعالم العربي، ولاحظت أنه أكيد بعد الحرب الأهلية أكيد كان في كتير قصص يلي عم لاحظها بلبنان وأنا عم بكبر منا موجودة بأمريكا، سو حسيت فيها الكونتراست بين البلدين، وصرت مع الوقت يهمني كتير صير أعرف أكتر عن السياسة بلبنان وبرات لبنان وبين العالم العربي وإسرائيل وكل هالقصص، حسيت أنا بدي أشتغل أو أنا بدي أدرس بمجال التنمية والعلوم السياسية. سو درست هيدا الشيء بالأندرغراجوات بأمريكا، Political Science and International Development. هي الفكرة أنه بلشنا هالبرنامج من مشروع من 3 سنين على أساس أنه بدنا نركز على التالنتس والباشن تبع الشباب، في بالفاشن ديزاين مثل ما شايفين، في بالارت وبالموزيك ديزاين، في بالفوتبول، في بالموسيقى، في بالرسم، في بالتمثيل، يعني ركزنا على كذا شغلة. وبنفس الوقت مش أنه بس سجلناهم بتدريب، بس كمان جبنا لهم منتورز، سو بلشنا منتورشيب بروجرام، في اشخاص استفادوا صار عندهم مثل الرول مودلز بحياتهم. نادين كمان عندها اماني صباغ منتور، شيز ا فيزيشن، دكتوره ببيروت، كثير اتفقوا لهم كم سنه كمان بيجتمعوا وصارت مثل الرول مودل تبعها لنادين، عم بتحمسها وعم بتوجهها وصارت مثل اختها. سو هالفكره انه بعدة نواحي عم نقدر نضوي على قصص يلي تقدر تحمس وتقوي الشباب. كجو التيم هو صراحة اللي أكتر حمسنا أنه نبقى بنوايا، أنه نشتغل بنوايا. مثل ما ذكرت زينة أنه ما بتحسي حالك أنه أنت جاي على شغل، فعلياً عم بتشاركي بشي كتير حلو بقلب مجتمعك أو بقلب البيئة اللي أنت عم تشتغلي فيها. طبيعة الإدارة، طبيعة التعامل مع الموظفين، خاصة مع المستفيدين كمان من مشاريع نوايا. هلا هي هي الفكرة يلي بلشت من أساسها نوايا، بس من وقتها صرنا عم نكون الفكرة بغير مجال، صار عنا مشاريع شغلتين عم نشتغل عليها هالسنة، يعني صار في 3 مشاريع من أوائل السنة عم نكونها وعم نطورها. مزبوط. زينة لما تعرفت عليها أول شيء بالانترفيو ما حسينا بالوقت كيف قطع، يعني ما حسيت حالي صراحة بانترفيو، أكتر حكي عن الشغل، عن المجتمع، عن القدرات وإلى آخره. بس لما وصلنا لمرحلة أنه كتير حلو لما أنت بالشغل تحس أنه أنت ما عم تشتغل عند حدا، يعني أنت جزء من شيء عم بيتطبق أو شيء، يعني نحن لما بدنا نفيد شخص بتحس حالك كلنا يعني عم نفيده مش شخص واحد. وصراحة كتير صعب أنك تلاقي هيك أشخاص بقلب الشغل، خاصة بقلب الجمعيات المدنية. أنا دايماً بقول أنه ما بحس نوايا شغل أبداً، ياريت كل العالم بيقدروا يحسوا بشعوري، لأنه ما بحياتي بفكر أنه لازم روح على الشغل هلأ أبداً، من كل قلبي بشتغل. وبحس كمان بالفريق تبعنا، لأنه الكوز كتير كتير مهم وبيصير بيدخل على القلب لأنه منشوف التأثير على الشباب. سو ما فينا إلا ما نتحمس ونحس أنه عن جد الشغل يلي عم نجرب نعمله
فيه يغير حياة الشخص. هلا أكيد بعدنا كتير صغار، في جمعيات عم تعمل شغل رهيب كتير، ونطلع عليهم ونحس يا ريت نوايا شي نهار بعد كم سنة تصير مثلهم. سو بعدنا على أول الطريق، ما بحس عن جد عملنا شي كتير هلا، لأنه عم نتعلم كتير. الفكرة بلشت من 3 سنين، بس بعدنا كل سنة بتتطور الفكرة وبتتغير شوي، لازم هيك شيء. بالنسبة لزينة بعتقد بدون مبالغة هي أفضل مديرة اشتغلت معها، ولا نهار بتحسسنا أنه هي مديرتنا، بالعكس بحس عندها رفيقة جديدة عطول موجودة لتسمع لنا وعطول موجودة لتدعمنا بشو عم نعمل. غير هيك she's really fun to work with. من وقت ما تعرفت على زينة أكيد غيرت كتير أشياء بحياتي، صرت أكتر عارفة شو بدي، عارفة شو بدي وين شو بدي كفي بأي سكتور، وطبعا لأنه صرت كتير صار معي opportunities كwork كinternship وهيك، أكيد هذا الشيء علمني يكون أكتر قوية وأنه يكون قد أنه responsible أكتر وقد الشغل وهيك. أنه كتير بساعدني كفي طريقي كبدي يكون freelancer designer، فأكيد هذا الشيء بساعدني. بعدين كفيت مع بالماسترز بالسيتي بلانينج انترناشونال ديفلوبمنت، لانه حسيت بدي اشتغل بمدينه بيروت تعرف كيف فينا نرجع نبني بيروت تتكون لاهلها للكل، مش بس لمجتمع معين. سو كثير فتت بالكونفليكت ريزوليوشن وسوشيال كوهيجن قصص من هالنوع، وكل اهتمامي انه اوصل لليو ان. سو اشتغلت مع اليو ان واشتغلت بالتنمية، بعدين لاحظت انه ما كتير عم بقدر انا شوف تأثير هالشغل على الارض. سو صرت فكر كيف في انا اكون اكتر فولفيلد بحياتي، قلت خليني انا بلش هيك جمعية، لانه بحس اذا انا عندي هالفكرة ليه ما في جرب على القليلة شوف شو فينا نعمل من وراها. على القليلة ما ضروري يكون عم بشتغل بنيويورك، اشتغلت ب 2010 بنيويورك ببناية طويلة عريضة بالهيد كوارترز كان حلمي، بس لاحظت انه ما عم شوف تأثير هالمشاريع على الاشخاص يلي عم نستهدفهم بالمشروع، وحسيت في كتير في شيء كتير ناقص. بدي شوف هني شو الامباكت على حياتهم، كيف عم تتغير حياتهم، شو اللي عم نعمله غلط، كيف فينا نحسنه. قدرت تعمل شيء من ولا شيء، يعني قدي انطلقت من فكرة محددة لتوصل لجمعية لنوايا اللي هي عم بصير في إلها أثر كتير بقلب المجتمعات. سو قلت بدي أنا أنقل أرجع على لبنان وشوف فينا كيف فينا عن جد نكون واقعيين على الأرض وعن جد نعطيهم مشروع عن جد رح يفيدهم. بحس نحن عملنا كذا انترفيو مقابلة مع كذا شخص يلي حابب كان يشتغل مع نوايا، كلهم تحمسوا بالفكرة لأنه فكرة جديدة وفكرة أنه عن جد بالمجتمع تبعنا ما كتير في مجال أنه الشخص يطور مواهبه. عادة منفكر بكذا شغلة بجمعية قبل المواهب، قصة يمكن الأكل الريليف، هلأ قصة اللاجئين، قصة الشغل، يعني في قصص كتير ضرورية. هلأ نحن بنعرف إنه هيدا الشيء كتير مهم، هول القصص التوبكس أكيد كتير مهمين. سو عم نجرب ندخلها بقلب نوايا، هلأ الفيجن تبعنا عم ندخل قصة الانكم جنريشن، قصة نساعد الشباب يلاقوا شغل. سو مش بس قصة المواهب يلي عم نجرب نطورها، عم نجرب ناخد هالمواهب ونشوف كيف فينا
نساعدهم أنه يستعملوا مواهبهم تيطلعوا مدخول من وراء المواهب. مش قصة بس أنه أنا بدي أرقص، كيف في طلع مصاري من وراء الموسيقى، من وراء الفن، من وراء التمثيل. هلأ عم المشاريع اثنين يلي عم نطورهم هلأ، في عم نعمل كمبيوتر بروغرامينج، في كتير طلب بالبروغرامينج وبالكودينج. نحن حالياً أخذين مشروع بشراكة مع يونسف. هيدا المشروع هو عبارة عن بيدعم فكرة نوايا بأنه نجيب هيدول الشباب اللي عندهم سكيلز، مهارات، عندهم شغف بشي محدد هن حابين يعملوه، ونشتغل على بناء قدراتهم وكيف يحسنوا وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بقلب بيئتهم. من هالمنطلق المشروع هو المفروض يتطبق بثلاث مناطق، ففكرنا بأنه بيروت بتجمع مش بس المناطق اللي فيها اللبنانية، بتجمع كمان فيها السوريين والفلسطينية. من هالمنطلق قررنا أنه نفوت على مخيم من المخيمات بقلب بيروت اللي هو برج البراجنة. أنا بهتم بشبكات التواصل الاجتماعي والتسويق لشبكة نوايا. حالياً تركيزنا الأكبر على مشروع اللي عم نشتغل فيه شراكة مع اليونيسف، يلي هو بيهتم بالشباب اللاجئين واللبنانية سورية وفلسطينية. شغلتي أنا وصل قصصهم ومشاكلهم، وأهم شيء مشاريعهم وأفكارهم وحلولهم، وكيف مشروع نوايا عم بيساعدهم ليطلعوا من هالأزمة اللي هن فيها بهالمرحلة من حياتهم. سو هلأ عم ناخد أشخاص يلي تخرجوا بالكمبيوتر ساينس بس مش قادرين يلاقوا الشغل، عم نطور لهم السكيلز تبعهم، الهارد سكيلز، البراكتيكال سكيلز والسوفت سكيلز تبعهم ببرنامج مشروع 3 أشهر انتنسيف كل يوم من 10 للـ7 تيقدروا يحسنوا السكيلز تبعهم تيقدروا يصيروا امبلويبل بين هالشركات يلي عم تطلع على الاشخاص بدها توظفهم بس مش قادرة توظفهم لانه ما عم بتلاقي التالنت. سو هيدا التالنت صار كمبيوتر ساينس مش بس مثل ما بلشنا من 3 سنين. سو عم نطور هالفكرة بس اساس نوايا بعده نفس الشيء، انه بدنا نطور مواهب الشباب ونساعدهم يوصلوا بالحياة. بما انه المشروع كمان بيستهدف الحلو فيه مش بس اللبنانية او مش بس السورية او مش بس الفلسطينية، كافة هيدول الجنسيات. طبيعة شغلي بقلب نوايا هو رصد وتقييم هيدا الشغل، رصد وتقييم الأثر لهيدا الشغل لهيدا المشروع، هل هو فعليا عم بحقق النتائج او عم بحقق الشيء اللي نحن عم يعني نحن بنهدف له بقلب نوايا وبقلب المشروع، عم يتغير حياة الشباب اللي هن يمكن وصلوا لمرحلة ما عم بيعملوا شيء بحياتهم، طلعوا من الجامعات بسبب وضعهم الاقتصادي او بسبب حادثة صارت معهم فانظلموا بمحل من المحلات، فهل فعليا نحن قدرنا نغير هيدا الشيء؟ صار في عنا هيدا الأثر بقلب مجتمعاتهم. زينة تؤمن بالعمل الجماعي وهي تسعى لخلق بيئة حولها تؤمن بنفس القيم والمبادئ. هون يعني تنقلت من أمريكا أخذت هالقرار اللي يعني نعرف الناس بتروح تشتغل برا، أنت نقلت جيت عم تشتغلي بلبنان وبالمجال التنمية، يمكن مجال شوي ببعض الأماكن بعده جديد على العالم، حتى قدي هون الأهل كمان ساعدوك، قدي يمكن كانوا مع ضد، شو كان الموقف؟ أكيد أهلي number one fans تبعي من الأول داعميني وعم بيشجعوني. هلأ أكيد بتذكر وقتها كنت بنيويورك وعم تطلع هالفكرة براسي، بنفس الوقت بعدني أنا واصلة على نيويورك وبعرف قدي صعبة الواحد يصير مستشار بقلب الأمم المتحدة.
اوكي سو بتذكر بعد كم شهر عم بحكي لبي هو بكاليفورنيا وانا بنيويورك عم بقول له انه ماني مبسوطه بقى وعن جد العالم يلي عم بشتغل معهم بجننه بس لانه اليو ان متواصل على الارض كثير كبير شيء كثير كبير البيروقراسي ما حسيت عم بعمل الشيء اللي عن جد حبته من 3 سنين بلشنا بمشروع معين لتطوير المواهب هلا هالسنه بلشنا 2 new programs اول بروجرام الكودينج بوت كامب اسمه اس اي فاكتوري الفكره انه بناخذ كمبيوتر ساينس جراديويتس يلي هن ما عم بيلاقوا شغل منطور السكيلز تبعهم ومنساعدهم يلاقوا شغل بعد الانتنسيف تريننج اللي نحن بنقدم لهم اياه سو هيدي الفكره بلشنا وخلصنا بالبايلوت بروجكت وبدنا نعمل لها ريبليكيشن حول لبنان كله ان شاء الله ابتداء من سنه الجاي بنكون عم ندعم شي 120 شخص بقلب لبنان يلي درس هيدا المجال وعم بيلاقي عم بيجرب يلاقي شغل وان شاء الله هالفكره كمان تكون تتوسع اكثر برات لبنان اوريدي عم يجينا انترست من دبي عم بيقولوا انه اذا بدكم توسعوا هالمشروع اكيد نحن بدنا ندعمكم وفي مجال كثير لانه في هالطلب المعين بهالمجال ومش بس بلبنان مطلوب بغير مناطق كمان سو هيدا مشروع اس اي فاكتوري وثالث مشروع يلي كثير مهم لنا هو المشروع اسمه نوايا امباكت لاب مع يونيسف الفكره انه بدنا نساعد اللبنانيه والسوريين والفلسطينيه يلي عاطلين عن العمل ويلي يمكن اضطروا يتركوا المدرسه قاعدين ما عم يعملوا شيء هالاشخاص عندهم شيء بقلبهم يلي بيقدر اذا خليناهم يطوروا المهارات والمواهب تبعهم بيقدروا يعملوا شيء بحياتهم سو عم بقول له عم بحكي معه وعم بيقول لي اف بس هلا وصلتي على نيويورك وكيف بدك تتركي هلا وبدك ترجعي على لبنان والوضع مش هالقد منيح بلبنان وشو بدك تفتحي جمعيه ما بنعرف إذا رح تنجح هالفكرة كيف رح يطلع لك مدخول إنه رح تاخد كتير وقت إنه أكيد 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 هيدا الشيء اللي بدك إياه سو أكيد كباي بده يلفت لي نظري وبده يوجهني وبده يتأكد إنه أنا عم بعمل الشيء اللي عن جد رح يفيدني ولصالحي سو قلت أوكي أنا بعدني مبلشة باليو أن خليني أخد شوية وقت أكتر خليني أكمل السنة وبرجع بشوف كملت السنة بعدني نفس المزاج نفس العقلية لا مني مبسوطة ما بتصور انه فيي كمل بدي انا ارجع على لبنان واعمل اطبق هالفكرة سو كانوا يزوروني مرة بعد مرة على نيويورك يجوا يزوروني وبنحكي عن هالفكرة وصاروا كتير محمسين انه لا هي الفكرة انه حلوة وصرت عم بقنعهم صاروا هني كتير محمسين معي واكيد شجعوني ومع الوقت صار في تطوير صار في بروجرس كانوا هون وقت عرضت الدوكيومنتري فيلم بالاي يو بي كانوا هونيك وشافوا الحماس العالم سو اكيد من الاول هن عم بيدفشوني وعم بيحمسوني واكيد لو ما كانوا معي اكيد ما كنت وصلت ونوايا ما كانت صارت مثل ما هي اليوم هني ما بيعرفوا شو يعملوا ما عندهم الدعم وما عندهم الموارد ما عندهم التوجيه نحن عم نخلق تدريب يلي منقدر خلال التدريب يقدروا يفكروا عن جد نحن عنا سكيلز شو فينا نعمل تنقدر نطلع مدخول من وراء هالسكيلز او ثرو الانتربرنورشيب والانوفيشن او ثرو انه نحسن لهم الامبلويابيليتي تبعهم هدفنا هالسنه انه ندعم فوق 600 شاب وصبية بهيدا المشروع وإن شاء الله مع الوقت إذا كان ناجح المشروع منصير نقدر نساعد ألوف الأشخاص بقلب لبنان وحتى برات لبنان هلأ إجاني مسج من رفيقتي ساكنة بفلسطين عم تقول إنه حابة كتير تاخد فكرة نوايا وتطبقها بقلب فلسطين سو هلأ منشوف كيف فينا نجاوبها ونشوف شو فينا نعمل بس هيدا في ميد كتير كبير
بتطوير المهارات، وان شاء الله نقدر نوسع هالفكره برات لبنان بالايام اللي قدامنا. بدي اقول انه انا وصلت بمرحله بحياتي ما كنت مبسوطه، فكرت انه انا بعرف شو بدي اعمل، بس كان هيدا الشيء عن جد مش صحيح. حسيت بعدني بتذكر اللحظه يلي حسيت فيها انه انا لشو موجودة على الأرض؟ لشو أنا خلقت؟ إذا أنا ما بدي كفي بهذا الطريق، شو مكتوب لإلي؟ أي طريق لازم أخذ؟ سو بحس إنه بحياتنا بيجينا signals و signs، eventually كل pieces of the puzzle بيصيروا بيتركبوا. سو أنا ثاقبت تعرفت على نادين، وثاقبت قريت قصص وشفت أفلام وحكيت مع عالم نفس المسج. بمرحلة معينة بحياتي كل شيء صار clear لإلي، وصرت أعرف أنا شو بدي أعمل. So يمكن كنت على الأدج على الحفة وما عندي فكرة شو بدي أعمل، بس هال unhappiness يلي كنت عم بمرق فيها بهاللحظة دفشتني لاتجاه معين. خبريني شوي عن طفولتك، يعني وقتها كنت صغيرة يمكن قبل الجامعة كمان، قدي هل يمكن التربية أثرت بحياتك، أو قدي تعلمتي يمكن من أنت وصغيرة تعطي من حالك للغير؟ كان عندك هيدا الشيء ولا كنت بمكان مختلف؟ لا بحس لأنه كمان ربيت بأمريكا، الكولتشر المجتمع هون كتير بأيد الكوميونيتي سيرفيس. هلأ أكيد أهلي كتير أشخاص بيساعدوا بيتبرعوا بيساهموا، كمان الكولتشر يلي ربيت فيها بالمدرسة من وقت ما نحن صغار، وقت Thanksgiving، وقت الكريسماس، وقت certain periods خلال السنة بيشجعوا الولاد بالمدارس إنه يعطوا أو يتطوعوا بمجال معين. بتذكر كنا نروح نزرع شجر، نزرع زهور، كنا نروح، رحت على كوستاريكا مرة وقت الجامعة، ساعدنا الأولاد بضيعة صغيرة معزولة فقيرة كتير، دهنا الحيطان، زرعنا زهور، لعبنا مع الأولاد. إنه كل الوقت هالفكرة تبع التطوع موجودة ونحن وصغار، صارت شغلة أساسية فيي. كمان بنفس الوقت لأنه أنا لبنانية أساساً، كنت عم شوف الفرق بين اللبنانية وبين الأمريكان، بين لبنان وبين أمريكا، حسيت أنه ليش لبنان ما فيه كمان يوصل؟ أنا بدي أعمل شيء تقدر ساعد هالبلد يلي عن جد فيه يوصل، إذا بس كلنا صرنا بإيد بإيد وعطيناه فرصة يقدر مثل الأشخاص يلي نحن هلأ عم نساعدهم to reach their potential، كمان لبنان فيه على صعيد أكبر كمان إن شاء الله يوصل من خلال هالجمعيات. يوم ورا يوم رغم عن كل شيء بدنا نوصل وبدنا نجرب قد ما فينا إنه على القليلة نعمل difference بالمجتمع تبعنا، وإذا كذا شخص بيعمل نفس الشيء عن جد البلد بيكون إن شاء الله على طريق أحسن بالمستقبل. قصة زينة صعب وشبكة نوايا، قصة قد تكون ملهمة لكل الشباب، قصة إنسانة ما توقفت تحلم بوطن أفضل ومجتمع يتطور بتطوير شبابه شو ما كان عرقهم، دينهم وجنسيتهم.